اخد منك كلمتين عن المباراه بشكل عام. في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي لتاهل وتصدر المجموعه، ده المكان الطبيعي للنادي الاهلي في مجموعه زي دي. طبعا دي يعني دي فرحه الناس برضو في اكتوبر بقى طبعاً. يعني من شويه كان في النادي الاهلي في الجزيره، ولكن دي فرحه الناس هنا في اكتوبر. بص تحس ان في استاد هناك، يعني حاجه جميله جدا يعني. اتفضل يا تيم. زي ما قلت تصدر المجموعه، وده المكان الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يتصدر مجموعه زي دي. المكاسب عديده جدا يا كابتن اسلام، اهمها من وجهه نظري الشخصيه شخصيه النادي الاهلي هجوميا ودفاعيا، احترمت المنافس على زي ما قلنا قبل كده، والاحترام ده باين ان انت الشناوي لم يختبر خلال ال 90 دقيقه، ما كانش في اي حاجه خطر، يمكن في اول كام ثانيه بس هي اللي كانت كوره شويه، لكن بعد كده الاهلي ادى مباراه دفاعيه وهجوميه على اعلى مستوى. في نقطه كمان مهمه، استمرار، ودي لازم نتكلم عليها يا اسلام، استمرار الاهداف الممتعه مع النادي الاهلي تحت قياده مارتن لاسارتي. الجول بتاع حسين الشحات هدف ممتع، في مهارات، في تحرك من غير كوره، في انكار للذات معموله، في هدوء اعصاب من حسين انه يعمل ان هو هيحطها مره واحده وبعد كده ياخدها تاني ويحطها بشماله. الهدف الثاني بتاع بتروجيت اللي هو بتاع مروان اللي اتعملت في الطرف الشمال وتريحت من جيرالدو لمروان. الهدف الثاني بتاع علي معلول في سيمبا في مباراه 5 هنا في برج العرب هدف ممتع جدا وكذا تمريره وفيها انكار للذات. فالاهداف مع مارتن لاسارتي في الفتره الاخيره بقت اهداف معظمها ممتع مع النادي الاهلي. مكاسب كتيره جدا جدا جدا، استعاده الحسام ده الهدف الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي فيه تحركات من غير كوره ولمسه واحده لمسه واحده لمسه واحده وفيها فينش على اعلى مستوى. الاهداف مع مارتن لاسارتي فيها شكل جمالي بصراحه، وده باين واحنا اتكلمنا يا اسلام ان انت التحرك من غير كوره عند لعيبه النادي الاهلي مع اللمسه الواحده مستواها عالي جدا مع مارتن لاسارتي. نقطة كمان مهمة جدا، استعادة رمضان صبحي مستواه، لكن مش عاوز اقول ان هو من مباراة اقول ان هو استعاد مستواه. عودة التهديف من جديد لحسين الشحات وكان هدف محتاجه، خاصة الضغوط النفسية والعصبية اللي كان بيعاني منها بسبب فترة انتقاله والمبلغ الكبير اللي اتدفع فيه. لا، مكاسب عديدة كبيرة جدا، لكن يظل النادي الاهلي الضريبة اللي معتاد عليها انه يدفعها خروج ايمن اشرف وخروج مروان للاصابه. نتمنى ان شاء الله تكون اصاباتهم خفيفه. بنحاول نطمن عليهم دلوقتي عشان برضو نقول الناس ما في مكسب مهم قوي برضو اسلام قبل ترجع لكابتن فتحي. يعني صادق السلمي برضو، صادق السلمي رغم الحملات اللي اتعرض لها ما حسناش بيه خلال يومين، انا مش حاسس ان في حكم في المباراه. مزبوط. كل قرار قريب منه رائع، كل قرار سليم، ما فيش اعتراضات حتى بالرغم ان شهاده الثوره مهزومه باثنين، ما فيش اعتراضات خالص في الملعب. فتحيه لصادق السلمي، تحيه للتحكيم التونسي. يعني زي ما بقول لك اتعملت عليه حملات كتير، مفيش انذار. لا مفيش انذار كمان، ومكسب النهارده مهم. النهارده لعيبه النادي الاهلي داخل المباراه كان في عدد من اللاعبين عندهم انذارات. النهارده ما تاخدش انذارات وتبدا تروح دوري دور الثمانيه بدون انذارات، وان شاء الله كل اللعيبه تكون موجوده، فدي مكسب مهم. وتحيه برضو يعني ثانيه وثالثه لصادق السلمي على الحكم اللي تعرض لحملات كبير ممنهجة خلال الفترة اللي فاتت، ولكن في النهاية استطاع أن يمر بهذه المباراة مرور كريم ومرور جميل جدا. هنكمل كلامنا كابتن فتحي، هنكمل كلامنا كابتن أسامة، هنكمل كلامنا كابتن تامر، ولكن احنا ملوك القارة الحمراء.